مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الان مع ساكنة ورود السادة في منطقة الولفة اللي كيبقى عندهم مشكل دابا مدة ديال 15 يوم على ما اظن ديال الضو. للاسف شريف عفاك صور من هنا ماشي احنا. لا من هنا اجي حدايا. يعني هما تابعين لوينو دابا هاد الناس حاليا يعني كاع الالات الكهربائيه ديالهم تحرقات. يعني كنتمنى ان الناس المسؤولين على لوينو انهم يدخلوا، كنتمنى ان النداء ديال هاد الناس انه يوصل للجهات المسؤوله باش تحل هذا المشكل. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم ابو رزق عبد العزيز من الساكنه ديال ورود السعاده. انا السانديك ديال عمر 24. هذا المشكل ماشي مشكل ديال دابا ولا هذا مشكل ديال خد واحد الوقت طويل. الحمد لله لان ما كاينش الله يستر كاين ليكسبلوزيون، كنا راه تحرقوا الديور كل المشكل. ماشي مشكله الالات، مشكل ديال كانت الناس غتحرق هنا في هذه العمارات هذه، والمشكل ما عندوش حتى اهميه، ما عطينش واحد الاهميه لهذ الساكنه هذه. هذا البوست هذا هو اللي تيعطي لهذا الحي كامل. المشكل كان عندي، كنت انا مسافر ديبلاسمون في الخدمه، تعيطوا لي مالين الدار شي دو فوا عندي المشكل يتفرق عليا في وسط الدار. انا صحابني البوطه هذا الشارجور شعلت فيه العافيه، الكاميرا دابا حاليا راه صافي شي دي جور ما خداماش، تحرقوا لي ترونسفور. شرينا هذاك الشيء عاوتاني تنشوفوا مع 4 الصباح اليوم تنصلي الفجر، نفس المشكل تفرقع في العمارات ما فهمنا والو. ودابا راه مشينا مع 8 الصباح لعندهم، وحاليا راه باقي ما كاين حتى شي حاجه، مازال ما داروا معنا حتى شي حاجه. تقريبا دابا شي 10 ايام اللي كاين. والاشكال اللي كاين تقول لك دير الفاكتوراسيون وصوب، اش غنصوبوا لك؟ اش غنصوب لك؟ نصوب لك انا الثلاجه تفرقعت وكنت شعلت العافيه، اش تصوب لي الروح ديالي؟ ماشي مسألة ديال صوب، مسألة ديال المشكل عندهم، خاص هادشي تصوب. هذا راه من القديم عندنا هاد الإشكالات، إلا جا الضو تيحرق لينا كامل. ديروا شكاية. ودرنا شكاية، أول ما سكنا في هاد العمارات كانت تجيني الفاكتورة فيها 120 درهم. قطعوا علينا واحد المدة ديال الفاكتورة ديال الوراق، قالوا لنا حقك كاين مشكل، طلعوا لنا الباريم 400 درهم، درنا شكايات، نزلوا لنا 25000 فرنك. شوف دابا التلاعب ديال الأرقام ديال الفلوس، تزادت الدرهم في العمارات شحال الفلوس تطلع. دابا المشكل الحالي اللي كاين شنو هو بالضبط؟ المشكل هو الضو طلع في لادابتاتور، طلعت لنا 390. واش 390 عباد الله واش باقي بنادم حي؟ راه عندنا الزر ما شعلش فينا العافيه. هاهي راه مقيده في التليفون. هاهي هاهي طلعت الكاميرا. هاهي تبعو ما كاينش الحد جا درنا شكايه يعني قبل العيد. هما دابا حاليا الله يستر تلقى شي كارثه. راه ماشي كارثه والو، باقي ودابا حاليا تنهضروا معكم الضو راه باقي مقطوع. راه الضو من 4 الصباح باقي مقطوع. دابا راه ما عرفناش شنو واقع، جاري راه هو لتحت في البرومي طاج تحرقات لي الثلاجه مع 7 ونص ديال الصباح، حيت منين رجع رجع بواحد بزاف، ومازال حنا حاليا ما عارفينش منين يرجع الضو عاد نعرفوا شنو اللي قال لي واقع لينا. دابا راه حاليا الناس كاملين ما عارفينش واقع لهم. راه واحد السيده راه جات تحل البواطه ضربات على البواطه، ايوا هادشي راه بزاف. شنو النداء ديالكم للشركه المسؤوله؟ والنداء ديالنا من هذه الشركه المسؤوله تدخل الفلوس تصوب لينا، راه حيت هي ما تترحمناش الا ما خلصناش. راه هذا هو المسؤول، كون كانوا يرحمونا نرحموهم. ما خلصتيش تيقول لك دير البيناليتي، تيقول لك ما خلصتيش حيدوا لك المكايا. وشنو هذا الشيء؟ دابا هما ياخذوا الفلوس وما يصلحوش، ما فهمتش. راه نورمالمون لي ديك يمكن حسن، انا كنسكن في المدينه القديمه، لي ديك ملي تيوقع شي ديكه بحال هكا تيوقفوا سير بلاص. هادو دابا راه من 8 ونص الصباح راه ما كاينش، يجاو تيدورو تيدورو تيتساراو، ما كاين حتى شي حاجه. مازال باقي لدابا حاليا ما كاينش شي واحد تنهضروا معاه، شي واحد مسؤول على لوينو باش يجي نهضروا معاه، ما كاينش. دابا الناس اللي مانو الخدامين ديالهم هما اللي جايين. شوفي اقرا بزاف كنا الاخت كنا لكم ديزاير ديجا خدينا واحد الريكلاماسيون هذه 15 يوم نهار 11 نهار 11 من سكنتو انتم عندكم هذا المشكل، كاين هذا المشكل ديال الضو. خدينا واحد الريكلاماسيون فهمتي ديجا عندنا راه جي شي سنين دابا حنا ساكنين. انتم كديروا شكايات ولكن مازال باقي ما كاين حتى شي حل فهمتي، وداز دابا 15 يوم. دابا وقع ثاني المشكل، اكثريه مشاو لهم التلفازات اللي مشات لهم الثلاجه. دابا اللحم راه خسر، مشى فريق واحد مشى المشكل ديال سميتو كلشي مشى. دابا اكثريه ديال الناس راه مشات لهم التلفازات الثلاجات كلشي مشى لهم. حنا بغينا شي حل لهاد لهاد العافيه 300 العافيه حاجه كان قالوا لي شي كارثه لا قدر الله. طبيعة الحال اشنو قالوا لينا راه اسم الموبيل ديال 45 هو اللي منه المشكل. طلعناهم تما حلينا لهم المكانه ما كاينه حتى شي حاجه تما، عاد نزلنا معاه ثاني هنايا البوست، عاد اش قال لك راه المشكل من عندنا من البوست هذا اللي كاين لتحت. عاد باش شفنا المواقع باقي ما جاوش عندنا هنايا دابا.
هذا هو خصنا بغينا خصهم يجيو باش يحلوا لنا هذا المشكل هذا. الله يجزيكم بخير. المشكل ديال الناس اللي عندهم اضرار، الناس اللي عندهم اضرار بزاف اضرار، كاينين الناس بزاف مضرورين، اكثريه الناس مضرورين، بغينا الحل كيفاش غادي باش نوصلوا لهذا المشكل هذا باش الناس يتعوضوا. كاين الضرر بزاف، لحقاش راه كاينه الثلاجات، كاين التلفازه، ما احنا دابا انا ما عارفش اشنو عندي المشكل دابا في الدار، انا طفيت كل شيء ما عرفتش شنو عندي. ما راجعش الضوء، كل شيء دابا كل شيء لاحل الباطه ديال الضوء، كل شيء كاين شي واحد مخليه. اولا كنشكر القناه على تلبيه الدعوه، والميساج اللي كاين هو ان هاد الناس ديال المكتب الوطني للكهرباء راه ما خدامينش معنا في هاد المنطقه هذه. علاش؟ لان ما مره شكينا، ما مره تكلمنا، ما مره ما تيجاوبوكش كاع، ما كاينش يعني الناس خارج التغطيه. حنا دابا ملي كتسكن ديال اسم المنطقه، حنا منطقه الورود السعاده، ملي كنجيو عندك الشركه وكيولاو دير هاد الدوره وصل عندنا 380، حنا راه ما عندناش شركات هنا، راه الناس ساكنه على قد الحال، السكن الاقتصادي راه ماشي شي حاجه اللي غتعطونا باش تعطونا شي كونسوماسيون ديال كبيره علينا. الله يرحم والديك، ما تعاملوش معنا هاد الناس. الخسائر ديالي يعني مشات ليا الثلاجه ومشات ليا ماكينه الصابون. تصوري دابا ماكينه الصابون والله الا الدخان خارج منها بحال هكا بزاف بزاف، يعني الامور ما خارجه. ملي كنهضروا معاهم كيقول لك اودي واحد البواطه عندكم سديتوا علينا، باش ما يمكنش هذيك البواطه نخليوها محلوله حنايا حيت عندنا دراري صغار. هي تحمل المسؤوليه ديالها، ما يقولوش لينا سير صايب ودير فاكتوره وجي تبع لا سيرونس. حنا ما تبعوش لا سيرونس، حنا نتبعوك انتوما اللي مسؤولين، انتوما اللي كتخلصوا. حنا ما كنعرفوش، حنا كنعرفوا انتوما مادام كنخلصوا. ما مره شكايات عديده. حنا كنخلصوا الشركه ديال الضوء، صايبنا وتعوض لي الامور ديالك، خصت لي ماكينه تعوض عليا. ما تقولش يا سي جي قاد لي امور، صايب الناس التكنيسيان ديالك، صايب الشركه ديالك، الانتيريم ديالك، صايب طيب يقادوا امور مع الناس. راه حشومه هادشي اللي كيوقع في هذه المنطقه هذه. كنتمناو ان شاء الله انه يكون شي حل في اقرب وقت. ومثال ليديك شركه ليديك، لان عانينا معاهم تا هما عانوا كثيره من المشكل ديال الماء. الناس ديال التروازيوم كطير ما عندهمش الماء بصفه نهائيه، ما كيطلعش ليهم الماء، ايام السبت ولا حد ما عندهمش الماء، يكون البرومي الدوزيام في الماء، التروازيوم كطير ممنوع يطلع ليه الماء. وشكينا وحطينا الناس وحطينا شكايات الرئيس المقاطعه طاهر يوسفي وما تدخلش وريحنا معاه وما تكلمش معنا. والعديد من العديد من الامور صراحه ماشي هي هذيك في هذه المنطقه هذه. وشكينا في جمعيات المجتمع المدني، وتضامنوا معنا جمعيات المجتمع المدني ولا احد يجيبه. هذا هو الواقع. مشاهدي متابعي قناه جوف تي في، كنشوفوا ان هاد الساكنه هادي ديال ساكنه الورود السعاده بمنطقه الولفه تقطع لهم الضم اللي رجع تحرقوا لهم كاع الالات الكهربائيه ديالهم. يعني كنتمناو تدخل ديال الشركه المسؤوله لوينو، حيت يعني كنتمناو ان شاء الله انه يكون شي حل في القريب العاجل. يعني انتم كيف ما كتشاهدوا معنا الناس المسؤولين ديال لوينو جاو، ولكن مازال ما هضروا معاهم والو. مصاحبه مكالمه. لا السلام عليكم اسي جلايد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله فيكم على الخير اللي انتم عملتوه معنا، على الخير اللي انتم عاملين معنا. احنا من الشركه من موبل 37، موبل 37 من عام وثمان اشهر نفس الطريقه، ضرب الضربه دي واتحرق لي فازه وفران والله، ورميت العوض عند الله وجبت غيرهم. لكن حاليا الموبل تاعو راه ديجا وقع لي هذا المشكل وعاود وقع لي. ايوه من 8 اشهر اهو، وهو عارف اهو شركة الكهرباء اهو قال لك صح حصل الضربة في موبل 37، وتوا حاليا تروح الموبل تسمع الزبزبة في الحيطة. يعني حاليا تو الزبزبة ماشية في الحيطة في الجدار، يعني الخطر موجود في أي وقت تو بالنسبة للورود كلها. ومن 15 يوم المشكله موجوده، الضي يزيد ويقلع يزيد ويقلع يزيد ويقلع الضي 15 يوم على هذا الحال. ديالك الشركه المسؤوله عملنا شكوى ورحنا واتكلمنا، قال لك اتجمعوا كلكم وتعالوا. شو تبغي تقول للشركه المسؤوله؟ تيجي تشوف لنا حل في اقرب وقت. في اقرب وقت طبعا حاليا نحن واقفين العالم كله نازل كله نازل. ساعتين قالوا لكم ساعتين وعاد يجيو. فين؟ اللي قوم ساعات ديال الوقت قالوا لكم ما يجيو، قالوا لنا ساعتين وهم يجوا. قال لك احنا من 4 الصباح ودابا وقع هذا المشكل. من 4 الصبح في الشركه. ايوه قال لك مش تخصصنا، احنا اتصلنا بالتخصص الضي العالي. قال لك احنا تخصصنا الضي الخفيف، وانتوا عندكم مشكله في الضي العالي. الله يرحم والديكم. مرحبا.